أهلا بكم في حلقة نهاية الأسبوع من شبابيك. القطاع الصحي في المغرب يشهد أزمة حقيقية بعد أن قدم أطباء وعاملون فيه استقالات جماعية بسبب تعرضهم لعنف لفظي وشذاتي من قبل مرتدي المؤسسات الصحية. نفتح هذا الملف في شباكنا الرئيس لهذا اليوم ونسأل عن الأسباب وراء تنامي هذه الظاهرة وسبل معالجتها في المغرب والعالم العربي. وندعوكم مشاهدينا إلى مشاركتنا الحوار على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. في شباك الفنون نذهب إلى السودان الذي لا يعيش ثورة سياسية فحسب بل وثورة ثقافية وفنية كذلك. سينما الشارع واحدة من عشرات المبادرات في هذا المجال. أما في شباك الثقافة فنتجول في أروقة معرض عمان الدولي للكتاب. فقراتنا الأخرى متنوعة بين شباك ترامب وفعاليات أيام فلسطين السينمائية في شباك فلسطين وأبرز الفعاليات والنشاطات الفنية والثقافية العربية في الأجندة. فتابعونا. نبدأ الحلقة بصورة اليوم من بغداد وهذا المحتج الذي يرفع علامة النصر أمام ألسنة اللهب إثر اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب. التوتر على أشده في العاصمة العراقية ومدن العراق إثر احتجاجات تطالب بإنهاء الفساد في البلاد. احتجاجات أدت حتى اللحظة إلى سقوط 21 قتيلاً. أما في فيديو اليوم فيأتينا من بريطانيا حيث قامت مجموعة من نشطاء البيئة برش وزارة الخزانة بطلاء أحمر مستخدمين بذلك خراطيم مياه سيارة إطفاء، لكنهم بسبب ضغط المياه الملونة فقدوا السيطرة على الخرطومة وسالت المياه على الأرض أمام المبنى. وأراد النشطاء عبر هذه الخطوة الاحتجاج على مساهمة الخزانة في تمويل مشاريع تضر بالبيئة وتسهم في التغير المناخي. وفي مثل هذا اليوم من عام 1906 تم اعتماد إشارة أو رمز SOS رمزا عالميا عند طلب الاستغاثة. استخدم هذا الرمز بداية في ألمانيا عام 1905 وكانت SQD وهي اختصار ل Come Quickly Distress أي استغاثة أحضروا سريعا، والتي كان يتم استخدامها على شفرة موريس. ولكن تم استعمال SOS المختصر بدلا من SQD وهي رمز للاستغاثة لكلمات محددة، وتم استخدام ذلك المختصر بالتحديد لكونه أسهل في الكتابة على شفرة موريس ولاستهلاكه كمية ضئيلة من الطاقة. ويعني Sever Our Souls انقذوا أرواحنا أو Save Our Ship انقذوا سفينتنا. ودخل الرمز حيز التطبيق في الأول من يوليو من عام 1908. يشهد قطاع الصحة في المغرب استقالات جماعية غير مسبوقة تقدر بالمئات في صفوف الأطباء المغاربة والعاملين في القطاع. وتعزى هذه الاستقالات إلى تردي أوضاع المؤسسات الصحية العمومية وتزايد اعتداءات المواطنين اللفظية والجسدية على نساء قطاع الصحة ورجاله تعبيرا عن سخطهم. المزيد في التقرير التالي. استياء كبير في قطاع الصحة بالمغرب نظرا لتزايد حالات التعنيف اللفظي والجسدي للأطباء. الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالرباط تدعو المواطنين لاعتماد لغة الحوار عوضا عن أساليب العنف. هذا للأسف واقع معاش يوميا في جميع مستشفيات المغرب، في جميع دور الصحة، في جميع يعني كما كان الحجم ديال المستشفى صغير أو مركز صحي إلى آخره. هذه حالة نعيشها في المغرب للأسف في هذه السنوات الأخيرة وتتفاقم للأسف. هدايا بوشعيب دكتور صيدلي أحد ضحايا تعنيف عصابة مسلحة
حاولت السطو على أدوية وعقاقير دون أي وصفة طبية. تصدى بوشعيب لهذا الهجوم بمكنسة واستعان بصراخ الزبائن ونجا بأعجوبة. ظاهرة تعنيف الأطباء والصيادلة هي كثيرة، كاين حالات كثيرة، وأنا بنفسي تعرضت لواحد الاعتداء هنا في الصيدلية من طرف واحد العصابة من 3 أفراد بالسكاكين. لا قدر الله وشاء ودات الأمور بخير. يرى مراقبون أن وضع مهني قطاع الصحة بالمغرب بين مطرقة سخط المواطنين وسندان عجز وزارة الصحة عن توفير الموارد البشرية الكافية والمعدات اللازمة، جميعها عوامل دفعت بالأطباء لتقديم مئات الاستقالات الجماعية من أجل العمل في القطاع الخاص أو الهجرة إلى خارج البلاد. ارتفاع غير مسبوق لوتيرة العنف اللفظي والجسدي بحق الأطباء المغاربة في ظل تردي أوضاع المؤسسات الصحية يزيد الطين بلة. ياسر دركولي، العربي، الرباط. وينضم إلينا من الرباط الدكتور خالد فتحي، أستاذ في كلية الطب الرباط. نرحب بك. يعني سيد خالد، برأيك ما سبب ودوافع تزايد وتيرة الاعتداءات على الأطباء في المغرب؟ بداية أشكر قناة العربي ومكتبها بالرباط على متابعتها الحثيثة والدقيقة لمشاكل قطاع الصحة في المغرب وفي الوطن العربي. عودة إلى الموضوع، يمكن القول أن الأمر يتعلق بحوادث آخذة في الارتفاع. ليست هناك حرب مفتوحة بين الأطباء والأطر الصحية والمواطنين. لا يرقى الأمر إلى أن يعتبر ظاهرة، ولكنه يمكن القول أنه يدعو إلى القلق. هو ملف مفتوح الآن على مصراعيه، ورغم أنه لا توجد أرقام، إلا أن إثارة الموضوع من حين لآخر من طرف وسائل الإعلام أدى إلى التحسيس بتفاقم هذه المشكلة. هذه المشكلة هي ليست خاصة بالمغرب، هي هناك تقارير تشير إلى ارتفاع هذا العنف في حق الأطباء في الأردن مثلا، في الجزائر، في تونس، حتى في العالم الغربي، في فرنسا. تشير بعض الإحصائيات أنه مثلا في سنة 2018 كان هناك 1100 اعتداء بدني على الأطباء الفرنسيين. في ألمانيا ربع الأطباء يصرحون أنهم تعرضوا يوما ما إلى تعنيف لفظي أو جسدي. في الهند 75% من الأطباء سبق لهم أن تعرضوا خلال مشوارهم المهني لهذا النوع من الاعتداءات. في المغرب يمكن القول أن هناك عدة أسباب عميقة وأسباب مباشرة. هناك سبب عميق يتعلق أولا بضعف المنظومة الصحية المغربية، حيث أن هناك خصاص كبير في الموارد البشرية، وقد تفاقم خلال السنوات الأخيرة بسبب سوء التدبير الحكومي. كذلك هناك ضعف في التجهيزات وفي المستلزمات الطبية، هذا في القطاع العام. كل هذا أدى إلى ضعف الخدمات الصحية في القطاع العام دائما، نتيجة ضعف الاستثمار العمومي في القطاعات الاجتماعية عموما، مما أدى إلى تذمر المواطن. هذا المواطن الذي يريد أن يحتج على المسؤولين ويعبر عن عدم رضاه، لكنه للأسف لا يجد أمامه إلا الطبيب ببدلته البيضاء، فيصب جام غضبه على الأطر الصحية للتعبير عن عدم الرضا هذا. ومن هذا العدم الرضا يأخذ عدة أشكال: بلطجة، عربدة، عراك، سب، شتم، تهديد. أحيانا تتطور الأمور. طيب جميل، كيف يمكن حماية الأطباء من تكرار هذه الحوادث؟ سيد خالد، يعني كيف يمكن حماية الأطباء من تكرار هذه الحوادث؟ أولا لحماية هؤلاء الأطباء هناك يجب أن نشتغل على توعية المواطن، والحمد لله أن العنف ضد الأطباء ليس حالة رأي عام، بل يلاقي استهجانا من طرف الرأي العام، لأنه لا شيء يبرر العنف ضد الأطباء، فهم يشتغلون في ظروف قاسية ليل نهار. يجب توعية المواطن بأن هناك طرق
أخرى للاحتجاج والتشكي، هناك طرق قانونية. كذلك في عندنا في وزارة الصحة بدأت الوزارة في مقاضاة ومتابعة المعتدين، وبالتالي هي تنهج في مواجهتهم إجراءات جنائية. هذا هو الشق القانوني، ولكن هناك شق تدبيري هو الأساسي، وهو يجب أن نعمل على أنسنة المستشفيات. كيف ذلك؟ وهو مزيد من التواصل. ينبغي ألا يشعر المواطن المغربي بأن ليس هناك فرقا بين الخدمة التي تقدم له في القطاع الخاص حيث يلاقي الابتسامة والترحيب، وبين الخدمة التي تقدم له في القطاع العام. هناك عدة اقتراحات، منها أنه يمكن فتح أبواب المستشفيات للمجتمع المدني وللجمعيات المدنية لأجل أن تقوم بخدمة التطوع في مساعدة ومرافقة المرضى، وهذا يخفف من الاحتقان. كذلك هناك اقتراح أعتقد كان قد اقترحه رئيس هيئة الأطباء السابق الدكتور حسين معني، وهو إنشاء مرصد للاعتداءات ضد الأطباء لتحليل أسباب الاعتداءات عليهم وبلورة طرق لمكافحتها. كذلك فيما يخص الموارد البشرية ينبغي أن نفتح الباب لكفاءاتنا في الخارج، وهي نعم موجودة خالد، لتقدم الدعم اللازم لمستشفياتنا الوطنية. نعم سيد خالد، فقط ابقى معنا سنتوقف. نعم. ابقى معنا سنتوقف مع عينة من أجوبة بعض المواطنين في العاصمة المغربية على السؤال التالي: برأيك ما سبب تزايد ظاهرة العنف ضد الأطباء في بلدك؟ لنتابع. أن العنف الذي يعاني منه بعض الأطباء في المغرب إنما هو انعكاس للاختلال الذي يعيشه قطاع الصحة في المغرب، فمن خلال مشاهدة أو الوقوف على بعض المصحات أو مستشفيات أو مستوصفات في المغرب نقف بجلاء على هذه المشاهد والسلوكات، لذا فالدعوة إلى تصحيح هذا الوضع القاتم حتى يعود الطبيب إلى ممارسة عمله في الوضع اللائق. بسبب كاين بزاف الأسباب كتجعل المرضى العدد ديالهم مرتفع، كيبحثوا على العلاج وكيجيو مناطق بعيدة باش يتعالجوا، ما كيجبروش أطباء كافيين وما كيجبروش تعامل الأطباء عليهم الضغط، ضغط بسبب كثرة المرضى. يعني كتلقى المواطن كيستفز الغضب ديالو في الطبيب، يعني ما يلقى فيه غادي يستفز الغضب ديالو اذا ما استفزوش الطبيب. انا في رايي الشخصي ان هذا العنف اللي تيتعرض ليه الطبيب راجع على ان نقص الخدمات الطبية في المغرب، والناس اللي عايشين مثلا في البوادي وفي المناطق النائية ما تيلقاوش مراكز صحية فين يتعالجوا لهما لأولادهم. والسبب هو أنه كاين واحد السوء في الخدمات الطبية من طرف الأطباء. كاينين بعض الأطباء اللي مثلا كيعطيو واحد الموعد لشي مريض وما كيلتزموش به، اللي كيخليو المرضى يستناو بزاف. مثلا شي مريض خاصو يعدل شي عمليه ولا شي حاجه كيبقى يستنى بزاف، اولا كيمشي لذاك السبيطار وما كيهتموش بالمرضى ديالهم. في نظري ان العنف الذي يتعرض له الطبيب في المجتمع المغربي هو بسبب المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحه في المغرب، والطبيب هو ما هو الا ضحيه لهذه المشاكل. إذن نرحب مرة أخرى مع سيد خالد فتحي. سيد خالد، هل هناك آليات وضعت لمجابهة حالات العنف على الأطباء؟ هو في الحقيقة هناك آليات، كما قلت آليات قانونية، ولحد الآن ليست هناك يعني إجراءات جذرية للتخفيف من حدة الاحتقان في قطاع الصحة، بل هو مرشح لمزيد من الاحتقان. فالقطاع يعاني أزمة خانقة كما عبر عن ذلك المتدخلون، هناك الازدحام في المستعجلات لا زال مستمرا، هناك بعد المواعيد، هناك مشاكل عدم التواصل، وهناك ضعف يعني توعية المواطن بحقوقه.
مثلا هناك تأثر البعض بخطاب حقوق الإنسان بشكل خاطئ، عندما لا يحصل على حقه في العلاج يقرر أن ينتزع هذا الحق بالقوة فيكون هناك عنف. هناك كذلك الحق في المعلومة، البعض يعتبر أن من حقه أن يصور داخل المستشفيات مما يخلق توتر داخل المستشفيات، لأن هناك أسرار مهنية داخل المستشفيات، ووزارة الصحة اتخذت تدابير صارمة في هذا الأمر مراعاة للسر المهني. أنا أريد أن أركز على نقطة أساسية لاحظتها كمقارنة بين مستشفيات الغرب ومستشفيات المستشفيات في الوطن العربي. مستشفياتنا دائما نجدها محاطة بأسوار وتكون لها أبواب صغيرة يدخل منها المواطن، في حين أن المستشفيات في الغرب تكون مزروعة في وسط السكان وفي وسط الأحياء. هذا المواطن الذي يدخل إلى المستشفى من باب صغير يشعر بأن تلك المؤسسة لا تنتمي إليه، وبالتالي هو لا يتوانى عن تخريبها أو عن تعنيف الأطر العاملة. شكرا لك سيد. القضية هي قضية سلوك ينبغي أن نشتغل عليه. شكرا لك سيد خالد فتحي، أستاذ في كلية الطب، كنت معنا من الرباط. نذهب الآن إلى زميلة دانيا رشيد لتطلعنا على بعض المعلومات والحقائق عن العنف ضد الأطباء في العالم العربي. حوادث الاعتداء على الأطباء باتت تشكل ظاهرة في عدد من الدول العربية، وتبرهن الأرقام الخاصة بالسنوات الماضية على أن الظاهرة في ازدياد مضطرد. في الأردن تشير إحصاءات صادرة عن نقابة الأطباء إلى تسجيل 106 حالات اعتداء على أطباء منذ عام 2016 وحتى نهاية 2018، وقع معظمها في مشافي وزارة الصحة. وذكرت إحصاءات مماثلة تعرض 24 من كوادر وزارة الصحة من بينهم 16 طبيبا للاعتداء منذ بداية العام الحالي. وفي الضفة الغربية قررت نقابة الأطباء الفلسطينيين قبل فترة إخلاء مستشفى جنين من الأطباء إلى حين توفير قوة حماية دائمة على مدار الساعة، وذلك عقب الاعتداء على أحد الأطباء في المشافي. أما في تونس فينتظر الأطباء قانونا أحالته وزارة الصحة منذ العام الفائت يتعلق بحماية مهني الصحة والمؤسسات الصحية من الاعتداءات، بعد أن سجلت الوزارة أكثر من 400 حالة اعتداء بالعنف على موظفي المؤسسات الصحية وتجهيزاتها في عام 2017. وفي مصر أوضح المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقرير سابق له أن 85 حالة اعتداء شهدتها المستشفيات الحكومية في مصر أسفرت عن 53 إصابة لمقدمي الخدمات الطبية خلال عامي 2015 و2016. حكايات العنف والاعتداء في المشافي العمومية عديدة، وتشهد ارتفاعا متزايدا في ظل الخلل الذي تعيش على إيقاعه المنظومة الصحية، وضعية أصبح معها مهني الصحة يعانون من تهديد مستمر، وهو ما يؤجج شرارة المواجهة اليومية بين موظفي الصحة والمواطنين الذين يجنحون إلى العنف وسيلة للتعبير عن سخطهم على تردي الخدمات الصحية. وينضم إلينا من عمان الدكتور علي العبوس نقيب الأطباء الأردنيين، نرحب بك، أهلا بك سيد علي. إذا كنت تستمع معنا إلى هذا التقرير، يعني كيف تقرأ هذه الأرقام؟ أهلا وسهلا. الحقيقة أول شيء أشكركم على إتاحة الفرصة لهذا الموضوع المهم. حقيقة هاي هي تعتبر ظاهرة في الوطن العربي للأسف، ظاهرة جديدة، وأعتقد أن هناك أسباب متشعبة. هي أولا تقع هي في القطاع العام، أي في القطاع الطبي المجاني. ولندرس هذا الموضوع نبدأ بالمواطن نفسه الذي يعتدي. هناك أمور نفسية وهناك أمور معيشية اقتصادية متردية. المواطن أصبحت الحواجز بينه وبين الاعتداء مش موجودة، يعني أصبحنا نسمع مواطن أو يعتدي على أخوه الكبير، على أمه، يعتدي على الشرطي، يعتدي على المعلم المدرسة، وبالتالي هذه الحواجز بدأت تتآكل، وأصبح من السهل
المواطن يعتدي على طبيب يقوم بخدمة مقدسة له ولغيره من المواطنين. بالنسبة للوضع في المستشفيات، الوضع في المستشفيات هناك أسباب تتعلق بالأجهزة الطبية، عدم توفر الاختصاصات، وبالتالي يصبح من وظيفة الطبيب أن يدبر له تحويل لاختصاص معين لمديرة أخرى أو إلى قسم موجود في المستشفى، قسم العناية المركزة وغيرها، وبالتالي إذا لم يتوفر هذا السرير فيصبح بالنسبة للمواطن هو الخصم وهو الذي يؤخر معاملة المريض. هناك أمور إدارية، خلل في الأمور الإدارية في المستشفيات خاصة المستشفيات الحكومية نتيجة للازدحام وكثرة عدد المرضى، الزيارات مفتوحة أحيانا 24 ساعة، أعداد المرضى المرافقين للمريض، نيجي مع المريض بدل المرافق ممكن يصل إلى 10 مرافقين، هذا يولد حالة من الاحتقان النفسي، وكل مرافق يريد أن يظهر للناس أنه مهتم في هذا المريض، في أبوه بأخوه، وبالتالي يعبر عن هذا الاهتمام بالاعتداء على الطبيب لأنه يريد أن يأخذ حقه بشكل سريع جدا. هذه الأمور الإدارية لو كانت في هناك تنظيم للزيارات، تنظيم لأعداد المرضى، لو كان في أيضا أعداد مستشفيات كافية، يعني إحنا في بعض المناطق في عمان مثلا مستشفى حكومي واحد ازداد مر مستشفى واحد فقط أصبحوا اثنين، بينما عدد سكان عمان طيب سيد ازداد علي تقريبا جميل إلى 15-20 ضعف، وبالتالي أعداد المستشفى لا. سيد علي ما الحلول هنا برأيك؟ الحلول يعني أول إشي الحلول من الجانب المواطن، هناك يجب أن يكون نوع من التوعية، هذه التوعية تحتاج إلى حملة كبيرة جدا تبدأ من المدارس إلى وسائل الإعلام. أيضا بالنسبة للقطاع العام يجب أن يكون هناك زيادة في الأجهزة الطبية وفي الاختصاصات وفي أعداد المستشفيات، وأيضا في الأمور الإدارية أن يكون هناك أعداد الزيارات مقنن. هناك حلول أخرى أعتقد أنها يجب أن تكون آخر الحلول، وهي الحلول الأمنية والحلول القضائية، لأنه بعض المواطنين يعتدي على الطبيب ويذهب إلى طبيب آخر يحضر تقرير طبي تصبح القضية بين مشتكي ومشتكى عليه، بدل من أن تكون اعتداء على موظف في الموقع الرسمي. يجب أن يكون هناك قانون ونظام بحيث كل من يعتدي على الطبيب أو الصيدلي أو الممرض في مكان عمله يعتدى كأنه اعتدى على موظف في وضعه الرسمي، وبالتالي هناك تغليظ للعقوبة ولا تصبح القضية بين مشتكي ومشتكى عليه، وبالتالي يتنازل نعم. الطبيب ويتنازل عن حقه، وإذا سيد علي هذا سيد علي ويشجع على الاعتداء مرة أخرى. باعتبارك النقابي، يعني ما دور النقابة هنا في هذا الملف، وهل تقومون صراحة بدوركم؟ الحقيقة يعني دور النقابة هو دور أساسي، لأنه كل طبيب يتم الاعتداء عليه يشتكي إلى النقابة حتى قبل أن يشتكي إلى وزارة الصحة، وبالتالي أصبحت جزء من المسؤولية المعنوية لنا، وبالتالي إحنا كان هناك محامي يتعامل مع الحالات الطارئة لمدة 24 ساعة وخط ساخن بينه وبين المحامي حتى يقدم النصيحة للطبيب. أيضا متابعة القضية أمام الشرطة وأمام القضاء أصبحت شبه مسؤولية للنقابة، والتعامل أيضا مع الجهات الرسمية مع وزارة الصحة، حيث يجب أن يكون هناك تهيئة للبيئة الصحية بحيث تكون بيئة ملائمة للعمل تقل فيها الاعتداءات، ويشعر المواطن عندما يأتي إلى مستشفى ليش ما يكون في اعتداءات في القطاع الخاص، لأنه الأعداد قليلة والمستشفيات متوفر فيها كل الاختصاصات والأجهزة الطبية، وبالتالي والحالة طبعا المعيشية والاقتصادية للمرضى الذين يتعالجون في القطاع الخاص تختلف عن المرضى في القطاع العام. كل هذه الظروف يجب أن نقارن بينها حتى نعرف ما هو السبب ونباشر في حله. نعم سيد علي عبوس، ابقى معنا، سنذهب مع كاميرا شبابيك توجهت إلى العاصمة الأردنية وطرحت على بعض المواطنين السؤال التالي: برأيك ما سبب تزايد ظاهرة العنف ضد الأطباء في بلدك؟ أعتدوا على الأطباء لأنهم الأطباء بصير عندهم ضغط كثير بالمستشفيات الحكومة، بكون في يعني عدد مرضى كثير وما بلحقوا العدد، الكادر الطبي اللي بالمستشفى ما بلحق الاعداد اللي موجوده داخل المستشفى، وبصير اعتداء على الاطباء. الاعتداء على الاطباء في المستشفيات بصير من عده اسباب، احد الاسباب تقصير الكادر الطبي
وتعامله باستهتار وتعامله بهدوء كثير، وبتكون الحالة جدا اضطرارية وبتكون الحالة طارئة وبتكون الحالة كثير مهمة، وهو بتعامل معك في كل برود أعصاب. فهذا الإشي المستفز لغالبية الشعب الأردني. الناس لما بتروح على المستشفى بكون معهم مريض وحالته حرجة، بدهم الطبيب يعني على طول يعني معاه عصاي سحرية إنه يطيبه، وهذا الحكي غلط. فهم بتفششوا بالطبيب، الطبيب بيعمل اللي عليه والباقي على رب العالمين. الطبيب بيجي حالة طارئة وما بقدر يتعامل مع المريض الثاني بسرعة، لأنه بإيده حالة طارئة، كيف بده يتعامل مع الثاني؟ عشان هيك بصير الاعتداء على الطبيب، لأنه ما بكون فاضي. إذا كان أسلوبه لطيف مع أي ممرض أو أي مريض أو أي شيء بيجي عليه، مش راح يتم الاعتداء على الطبيب. أسلوب الطبيب هو اللي بخلي الناس تعتدي عليه. إذن نرحب مرة أخرى مع الدكتور علي العبوس. سيد علي، يعني استمعت معنا إلى آراء المواطنين الأردنيين، هناك آراء متباينة من مواطن إلى آخر، كيف تقرأ هذه الآراء؟ الحقيقة في مع بعض الأسباب كانت ذكرتها، وأيضا هناك يعني من جهة أو من نظر المواطن أنه يعتبر أنه الطبيب هو السبب أحيانا أو جزء من الأسباب، لا نعتقد كل الأسباب. أعتقد أنه يعني ما حد يدافع دفاع كامل، يعني أكيد في هناك بعض الخروقات، كيفية التعامل مع المرضى يحتاج هذا إلى علم قائم بذاته. إحنا نشجع وزارة الصحة أنه الأطباء بعد تخرجهم يجب أن يكون لهم كورسات كيف يتعامل مع الطبيب، كيف يقدم الحالة الصعبة، كيف يخبر المرضى بالتشخيص المرضى تشخيصه، خصوصا إذا كان المرض خطير أو كانت الحالة صعبة أو تدهورت حالته أثناء العلاج أو بعد ذلك. لذلك يعني أنا لا أنكر أن هناك أيضا جزء ممكن يكون الطبيب في نتيجة لجهله في كيفية التعامل مع المرضى، وهذا أيضا من مسؤولية المؤسسات والوزارة الصحة كي تدرب هؤلاء الأطباء على كيفية التعامل مع المرضى. طيب أنتم وإخبارهم بالحالات الصعبة. أنتم كنقابيين كيف تقيمون وضعية المستشفيات الأردنية؟ الحقيقة مستشفيات في وزارة الصحة هناك أسباب لا زالت موجودة، صار في شيء من التحسن لكن لا زالت الاعتداءات موجودة، معدل الاعتداءات لا زال شبه ثابت، بل على العكس يزداد خلال رمضان السابق، مع أنه شهر صيام وشهر، إلا أن الاعتداءات زادت به بشكل ملفت للنظر. بالتالي نحن نشد على أيدي وزارة الصحة كي تتعامل مع هذه الظروف من النواحي الإدارية ومن نواحي أعداد المستشفيات وأيضا مدها بالأجهزة الطبية والاختصاصات المتوفرة، لأنه أحيانا يتم الاعتداء على طبيب عام أو جراح عام أو طبيب باطني عام لأنه مش متوفر عنده اختصاص معين بحاجة له هذا المريض، وهذا يكون سبب من أسباب الاعتداء على هذا الطبيب لأنه أصبح ضحية والأمر مش بإيده ولا هو سبب في هذا الوضع السيء. وبالتالي أعتقد أنه لم يكن في تعاون بين الإدارة وبين الأطباء، ويكون أيضا هناك طبيب إداري يتعامل مع الأحوال الإدارية، يعني الطبيب المعالج يقول هذا يحتاج إلى تحويل إلى الاختصاص المعين، وهنا تنتهي وظيفته ليقوم الطبيب الإداري. شكرا لك أو الإداري سيد علي العبوس، نقيب الأطباء الأردنيين، كنت معنا من عمان. فاصل قصير تشاهدون من بعده. أبرز المحطات الأسبوعية للرئيس الأمريكي المثير للجدل دونالد ترامب. مبادرة لعرض مجموعة من الأفلام الكلاسيكية والحديثة ضمن فعالية سينما الشارع في السودان. التفاصيل في شباك الفنون. أما في شباك الثقافة نزور معرض الكتاب في عمان ونطلع على أبرز فعالياته. كما اعتدنا نهاية الأسبوع ننطلق معكم في جولة على أهم المحطات والملفات للرئيس الأمريكي المثير للجدل دونالد ترامب مع مراسلتنا ريما أبو حمضية. أهلا بك ريما. إذن تبدو الحلقة تضيق أكثر على الرئيس ترامب، أليس كذلك؟
بالفعل أكثر فأكثر، ويعني أي شيء يمكن إن كان هناك أي دليل على ذلك فهو الطريقة التي يتعامل بها الرئيس الأمريكي الآن مع هذه القضية، قضية أوكرانيا والتحقيقات الجارية بها والتي أدت كما يطلب أعضاء الكونغرس الأمريكي من الديمقراطيين إلى عزل ترامب من منصبه بسبب هذه أو بسبب ما أصبح يطلق عليه فضيحة أوكرانيا. هذا ما يسيطر على المشهد في العاصمة الأمريكية في الولايات المتحدة. اليوم الرئيس الأمريكي يخرج إلى الملأ ويطلب علنا من أوكرانيا والصين التحقيق في بايدن، أي أنه لا يتراجع عما جاء في محضر المكالمة الهاتفية بينه وبين نظيره الأوكراني والتي أدت كما قلت إلى بدء إجراءات عزله. انتقادات جمة من ترامب هذا الأسبوع للديمقراطيين، انتقادات جمة للإعلام، وصف الإعلام قال إنه لن يصفه بالمفبرك بعد الآن بل بالإعلام الفاسد. ويعني البارحة كان هناك مؤتمر صحفي بينه وبين نظيره الفنلندي، هذا المؤتمر الصحفي كان صاعق للجميع. الرئيس الأمريكي كما يقول كثيرون فقد السيطرة، كان غاضب، كان يبدو عليه الغضب، رد على الصحفيين بالصراخ، طلب منهم توجيه الأسئلة إلى الضيف وليس إليه، ومرة أخرى قال إن المكالمة بينه وبين نظيره الأوكراني كانت مكالمة جيدة ولم يكن بها أي مشكلة، وأن المشكلة هي فقط في الديمقراطيين الذين يحاولون النيل منه ومن رئاسته. إذن كل ما يسيطر على أجندة ترامب هذا الأسبوع وربما لأسابيع كثيرة قادمة هي إجراءات العزل، قضية أوكرانيا، التحقيقات التي تجري في هذه القضية، ولكن الأهم ما يثيره الرئيس الأمريكي من جدل بسبب تغريداته وبسبب التصريحات التي يطلقها والتي لا ينتقد فيها فقط الديمقراطيين ولكن أيضا يوجه إليهم التهم ويطلب منهم أو كما طلب في السابق طلب توجيه تهمة الخيانة لآدم شيف رئيس لجنة العلاقات أو رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي. إذن مرة أخرى كل ما يسيطر على أسبوع ترامب وعلى أسابيعه المقبلة هي قضية أوكرانيا، قضايا أخرى يعني لا يجد ترامب لها متسع من الوقت ولا يوجد الكثير من الاهتمام بها طالما بقيت هذه القضية في الواجهة. أبرز أسبوع ترامب في التقرير التالي. لم تكد تحقيقات روسيا تنتهي حتى تبدأ تحقيقات أوكرانيا. يغضب ترامب. الآن تهيمن قضية اتصاله مع نظيره الأوكراني على لقاءاته مع القادة الأجانب. يختصر هذا المؤتمر أسبوع ترامب. هنا ينخرط ترامب في مشادة كلامية مع صحفي. يفسر الصحفي سؤاله بعد أن أجاب ترامب على شيء آخر. يغضب الرئيس الأمريكي. أردت عليك إجابة وافية. اسأل الرجل هنا. لا تكن وقحا. أجبت عن كل شيء. كل شيء خدعة. وتعرف من يمارس الخداع. أمثالك والإعلام المفبرك الذي لدينا في أمريكا. وفي أحيان كثيرة أقول الإعلام الفاسد. لأنك فاسد. معظم الإعلام هنا ليس مفبركا وإنما فاسدا أيضا. ترامب غاضب إذن، فتحقيقات أوكرانيا متواصلة وتهيمن على المشهد في واشنطن. هنا بدل أن يتركز الحديث على اجتماع ترامب مع نظيره الفنلندي، كل ما يريد الصحفيون التركيز عليه هو قضية أوكرانيا. بدأ المخبر هذه القصة عندما كتب تقريرا عن محادثتي مع الرئيس الأوكراني، والمحادثة كانت كاملة، ما كان يمكن أن أكون أكثر لطافة. كل ذلك يعني أن شرخ ترامب مع الكونغرس يزداد عمقا. يزيد ترامب من هجومه على الديمقراطيين، يرد مجلس النواب بطلبات استدعاء وتكثيف التحقيقات. رغم هيمنة تحقيقات أوكرانيا على أسبوع ترامب وعلى أسابيعه القادمة، لا محالة يغص أسبوع ترامب بالكثير من القضايا. يهنئ ترامب هنا رئيس هيئة الأركان المشتركة الجديد الجنرال مارك ميلي. نجتمع هنا للاحتفال بمناسبة تاريخية. نحن هنا لنرحب برئيس هيئة الأركان الجديد الجنرال مارك ميلي. مارك، أريد أن أهنئك. أنت صديقي وأنت مستشاري وتستحق هذا المنصب. لم أشك بذلك يوماً.
ويشيد ترامب هنا بالأمريكيين من أصول لاتينية في فعالية أقيمت في البيت الأبيض ضمن فعاليات شهر الاحتفال بالتراث اللاتيني. خلالها يجد ترامب مساحة لتوجيه انتقاداته للاشتراكية والشيوعية. لن نسمح لأهوال الاشتراكية والشيوعية أن تعاد في هذا البلد. تقف أمريكا مع الشجعان في كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا في نضالهم المحق لنيل الحرية. نعود إلى مؤتمر ترامب مع نظيره الفنلندي. لا يحتمل هذا التقرير عادة تصريحات من غير ترامب، فهو تقرير مخصص له، لكن قد يخرج عنوان غير مألوف من هذا المؤتمر، ففيه يحضر الرئيس الفنلندي نظيره الأمريكي عن الديمقراطية. سيد الرئيس، لديكم ديمقراطية عظيمة، حافظ عليها. أما الصحفيون الفنلنديون فيريدون معرفة ما أراده ترامب من رئيسهم. تتغير التعابير على وجه ترامب عندما يسمع السؤال. سؤال الصحفيين يعيد التركيز على قضية أوكرانيا، فهي كابوس ترامب الجديد، وهي ما سيحدد النقاش في واشنطن لأسابيع طويلة قادمة. ريما أبو حمدية، العربي، واشنطن. أطلقت مجموعة من الشباب السوداني مبادرة أفلام الشارع. الفكرة وراء هذا الحدث هي عرض مجموعة متنوعة من الأفلام الكلاسيكية والحديثة في الساحات العامة بأحياء مختلفة في جميع أنحاء العاصمة السودانية. ففي ظل نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، لم يتمكن صناع السينما من عرض أعمالهم على الجمهور بسهولة. الجمهور استمتع بفيلم نبضات أنتونوف، وهو فيلم عرض قبل الثورة، لكن كثيرا من أفراد طاقمه احتجزهم نظام البشير. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. الفكريات كل النوع بتاع الشباب من تونس، يعني انه داني نطلع من الجو بتاع الضغطه. كان في الايام دي الموضوع بتاع الترشيحات بتاع المجلس بتاع السياده، مجلس الوزراء، فكنا مضغوطين. يعني شباب منا كنت عارف شغالين في حملات بتاعه حنبنيه، وجدوا من اللجان بتاعه مقاومه، ناس بيجوا من الشغل بتناقشوا في الاشي السياسي وكده. فالفكره جت من هنا، انه نحن دايرين حاجه تطلعنا من الجوده شويه، حاجه ترفيهيه وفي نفس الوقت تكون يعني عندها قيمه. لان اساسا ما يبغى مسلم بالاسلام، لانه الناس اللي يبغى مسلم بالاسلام ونحن بنعرفه واخذنا منه ومضروب، ما يبغى مليار مليار، ما يبغى ابدا. ناس يربي الروح بس، مجرد ما انت حاجة فيها إحياء السينما السودانية، وإحنا يعني أخذنا الخطوة دي لأنه افتكرنا إنه عشان أنت ترجع وتعيد إحياء دور السينما، لأنه في يعني دور سينما كثيرة متهالكة، حتاخد جاب زمني كبير، وإحنا يعني دارين نستفيد من الحرية اللي تحققت بعد الثورة دي. فطوالي كانت انطلاقتنا من الشارع، اللي هو الشارع ده يعني بيوصل رسالتنا أسرع وبتوصل لأكبر شريحة من الناس. ما كنت قادر أعرض فيلمي هنا في الخرطوم ولا في المناطق اللي فيها الحكومة، فبعد ما الحكومة تغيرت بقى عندنا حكومة مدنية مشتركة، بقينا قادرين عندنا حريات إن نجي نعرضها ونعرضها في مكان زي ده فاتح وناس كده تتفرج، فده شعور رائع. بعدين أحلى حاجة إنك بعدين تسمع الناس بتكلموا بتناقشوا في الفيلم، فشعور رهيب شديد، وده الأسباب اللي إحنا بنعمل فيها أفلام. فكرة إنه أنا ألقى لي مبادرة في الشارع ومتوفرة وسهلة وأجي وأستفيد منها، دي فكرة عظيمة جدا يعني، فدي الحاجة اللي إحنا عايزينها أصلا في المدنية حقتنا إن شاء الله.
وينضم إلينا من الخرطوم جسور أحمد، أحد القائمين على هذه المبادرة. أهلا بك سيد جسور، والبداية لو تعرفنا أكثر عن هذه المبادرة. طيب، السلام عليكم ومساء الخير على الجميع، شكرا للاستضافة. أنا جسور أبو القاسم. الفكرة من أفلام في الشارع هي دعوة للترفيه والمتعة، وبشكل غير مباشر اللي هي ممارسة للمدنية اللي احنا هسه عايشين فيها، وفي نفس الوقت ان احنا عايزين نحيي دور الشوارع دي بشكل مختلف. الشارع السوداني في 9 شهور الفاتت دي هو كان المحرك الأول للمظاهرات والمواكب، وكل مرة الشارع بيتحرك لقضية وبيحاول إنه يعبر عن مشاكله واحتياجاته. أفلام في الشارع بتدي شكل مختلف للشارع السوداني، وبتدي المجتمع السوداني فرصة للترفيه، وإنه يختار 2 ساعات في الأسبوع أو في 4 ساعات في الشهر، لأنه يشوف فيها حاجة يعني تبسطه وتخفف عليه إشكالات الروتين اليومي ده. طيب جميل، هي عبارة عن سينما جوالة، لو تفسر لنا ما معنى سينما جوالة؟ طيب، نحن ما سينما جوالة. طيب ماذا هي؟ أفلام في الشارع عندها مكان بتشتغل عليه. ها؟ نعم أستمع إليك، تفضل. هي طيب، أفلام في الشارع موجودة في الخرطوم في ميدان اسمه ميدان أميرة، ده موجود في العمارات وهو بقى شرق مستشفى ابن سينا. الفكرة إنه نحن عايزين كل الأحياء أو لجان المقاومة أو أفراد في أحيائهم ياخذوا الفكرة دي ويطبقوها. طيب نحن ما يعني ما حنمشي للأماكن، لكن لا أكمل الفكرة، لكن بنساعدهم في إقامة اليوم الأول، وبنختار معهم الفيلم، والفيلم لازم يتم الموافقة عليه منهم. طبيعة المكان وطبيعة الناس الموجودين في المكان ده هي اللي بتحدد نوع الفيلم وزمنه وهل بينفع معهم ولا ما بينفع وكده، لكن بنساعدهم نحن في اليوم الأول. وبعد ذلك بيبقى اختيار الفيلم حقهم، اختيار اليوم، اختيار المكان اللي هم حيعرضوا فيه برضو حقهم. طيب، لكن نحن ما سينما جوالة. فهمت، حاضر. يعني من هم القائمون على هذه المبادرة؟ في التقرير هسا كان في لمياء نبيل، ونبيلاء هي صاحبة الفكرة، والمياء كانت بتفكر نحن بنقعد في المكان في ميدان أميرة ده بنشرب فيه وبالليل دائما قهوة وكده، فهي كانت عندها رغبة في إنه هي تحضر فيلم في المكان ده، وأنا ساعدتها في إنه كيف تتعامل يعني كيف تتحقق أمنيتها ده وحلمها ده بإنه هي تحضر فيلم في الشارع. وهسه حاليا بقينا أنا والمياء ومعانا مجموعة من الشباب بنساعد في إنه الفكرة كيف تمشي. طيب، ما أهداف هذه المبادرة وما الرسالة؟ اختيار للفيلم. ما أهداف هذه المبادرة سيد جسور؟ طيب، الهدف الأول الساعتين بتاعت الترفيه والمتعة دي. الهدف الثاني وهي رسالة غير مباشرة لمتخذي القرار أو صناع القرار اللي هو وزارة الثقافة والإعلام هسه حاليا، في إنه إرجاع دور السينما وإعادة ترميمها وإعادة صيانتها، لأنه هي تأخذ دور الطبيعي في المجتمع السوداني. 2، تحفيز لصناع الأفلام في المحاولة لإنتاج الأفلام مرة أخرى. 3 أو 4، إنه محتاجين لشكل بتاع ممارسة مدنية مختلف عنده علاقة بالشارع السوداني ده غير المواكب والمظاهرات،
اللي هو الدور بتاع الإنسان السائر والثوار وكده، إنه دي مرحلة بتاعة بناء محتاجة لأنه يا أخي يكون في طريقة مختلفة عن الطريقة اللي كانت موجودة في الفترة الفاتت دي كلها. وواحدة من الحاجات اللي نحن دارين عبر المبادرة دي إنه هي تترسخ وتنتشر فكرة الأفلام دي. يعني الحاجة المهمة شديد إنه اختيار الأفلام براعي للذوق العام والحياة الموجود في المجتمع السوداني، براعي لأنه مرات كثيرة بيكون في أسر وأطفال لازم نراعي للشريحة دي. والأفلام بيكون مربوطة بقضايا بيحتاج لها المجتمع السوداني يتم النقاش أو يتم عرضها، وهي من طبيعة الفيلم بترسخ للقضايا دي أو بتفتح الباب للنقاش حول القضايا دي، منها الديمقراطية والحرية والعدالة والتمييز والعنصرية يعني مجموع من القضايا بنحاول بشكل غير مباشر إنه إحنا نعيد فتح الباب ده ونعيد النقاش فيها عن طريق عرض الأفلام دي. هل هناك تنسيق بينكم وبين بين الجهات الرسمية السودانية؟ إلى الآن ما في أي تنسيق رسمي، إلى الآن ما في. المبادرة قائمة باجتهادات شخصية فقط، وبالتنسيق قاعد يتم مرات بعلاقات. يعني أنا جسور بعرف لجان المقاومة مثلا في شنبات، بيتم التنسيق معي بشكل شخصي. ما خططكم يعني المستقبلية؟ أو عن طريق الصفحة، أو عن طريق الصفحة الموجودة في الفيسبوك اللي هي اسمها أفلام في الشارع، ويتم التواصل بيننا في الماسنجر بتاع الصفحة، وبعد ذاك بيتم تحديد العرض وين ومكانه والاحتياجات بتاعته وكده. ما خططكم المستقبلية سيد جسور؟ شنو؟ ما سمعتك معلش. ما خططكم المستقبلية؟ طيب نحن هسه محتاجين لأنه الفعل بتاع إنه الناس تشاهد أفلام في الشارع ده أول حاجة يبقى فعل عادي، ما فعل مخالف لقوانين بتاعت حريات أو فعل فيه مشاكل. دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية إنه حنجيب ناس متخصصين عندهم علاقة بالنقد الفني، عندهم علاقة بالإخراج السينمائي، في إنه يديروا نقاشات مفتوحة في الشارع. حنعرض أفلام سودانية، وهسه أنا قاعد أجمع في أفلام سودانية لم ترى النور. يعني تم إنتاج أفلام كثيرة في 30 سنة دي، لكن نسبة مشاهدة الأفلام دي في المجتمع السوداني ضعيف شديد، إما لأنه التلفزيون أو المؤسسات الرسمية ما كانت تقدم المساحة لأنه يعرضوا، أو لأنه هي كانت ما بتلائم التفكير السياسي الموجود في السودان. شكرا. فيتم عرض الأفلام دي. شكرا لك سيد جسور أحمد، أحد القائمين على المبادرة، كنت معنا من الخرطومة. نبقى في شباك الفنون، إذ يقام في مركز ريتش ميكس للفنون معرض فني يضم صورا فوتوغرافية لثلاث مصورات من دول المغرب العربي ضمن فعاليات مهرجان مواقف للفنون الإفريقية في لندن. المعرض يسلط الضوء على الهوية والموروث في منطقة المغرب العربي. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. هذه الاكزيبيشن فيها ثلاث مصورات، فيها صافا مزيح من المغرب، صوفيا بركات من تونس، سونيا مرابط من الجزائر. هذو ثلاثه كل واحده فيهم عندها اختصاص فوتوغرافي وعندها ستيل مستقل، ولكن واللي يجمعهم هما ثلاثه يعبروا عن مواضيع اللي احنا ما نشوفوهاش بزاف
في النيوز وفي التلفزيونات وفي كل في الانترنت. صفا المغرب على سبيل المثال هي تمزج المسرح مع 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 الصوره. هذه المنتوجات هذه سيريز فيها 9 استعملت جسدها للتعبير عن هويه لوشام تاتوز. عندنا سونيا مرابط اللي هي ستيليست يعني تشتغل كوستومز وديزاين، هي مصورة محترفة جزائرية. في هذه الأوقات نحكوا على واش صار سياسيا واقتصاديا في الجزائر، على الثورة، على الرحب بوتفليقة، جاي القايد صالح، ولكنها هي تعبر على هنيهات للحياة في الجزائر. بعد عندنا صوفيا بركات اللي توفت في 2018، وهذا كل الاكزيبيشن، كل هذا المعرض هو يعني اهداء لصوفيا بركات. صوفيا تونسية بدأت في التصوير قبل 2011 قبل سقوط بن علي، وبعدين كملت اشتغلت مع صحافة عالمية، ولكن يعني هي مصورة اهتمامها الأول الحياة العادية واهتمامها الثاني كسر طابوات. صور صوفيا بركات عندها 7 صور، سونيا 7 وصفا 9 تصويرات. هذه أول مرة الثلاثة مجموعة يعني جمعناهم في معرض واحد، وأول مرة جاهم بلندن بريطانيا. حيكون هون حتى نصف شهر 10، نصف أكتوبر. شبابيك مستمر وتشاهدون فيه بعد الفاصل جولة في معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 19، التفاصيل في شباك الثقافة. أما في شباك الدنيا نزور منابع المياه الكبريتية على ضفاف نهر دجلة في مدينة الموصل. وشرطية يتدربن ضمن وحدة مكافحة الشغب في مدينة دهوك في العراق، التفاصيل في شباكهن. استكمالاً لموضوع نقاشنا الرئيس لليوم، طرحنا متابعي التلفزيون العربي على مواقع تويتر السؤال التالي: ما سبب تزايد ظاهرة العنف ضد الأطباء في بلدك؟ الإجابات جاءت كالتالي: مشارك ببساطة شديدة جداً لأنهم ليسوا ملائكة ولا يرحمون الناس الفقراء في التعامل، والعلاج غالي الثمن. تغريدة أخرى لهشام: أطباء بلادي رأس رمح الثورات منذ أكتوبر مرورا بأبريل ثم ديسمبر، سقط منهم الشهيد والجريح، اعتقلوا وعذبوا وحكموا وتجبروا، نتمنى منهم بعض التواضع والتركيز على المهنة لأنهم ميلون إلى السياسة.
تغريدة لأحمد يقول فيها: تكبر الأطباء والتعامل مع المرضى بتعال وكأنهم من الدرجة الدنيا. مشارك يقول: عدم وجود البنية الأساسية للمنظومة العلاجية المحترمة والتي لا يتحمل الطبيب مسؤوليتها تجعل المرضى يحتكون بالطبيب دون أن يعوا أصل المشكلة. ومع آخر مشارك مع محمد يقول فيها: قلة الموارد الطبية التي تدفع الناس إلى الاعتداء على الأطباء ظنا منهم أنهم السبب. أضف إلى ذلك قلة وعي الأطباء بأهمية حسن التعامل مع المرضى وإشراكهم في المسؤولية العلاجية، ما يجعل المريض يحمل الطبيب المسؤولية كاملة عن كل ما يحدث أثناء العلاج. شاركونا آراءكم كل يوم عبر منصات التلفزيون العربي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستغرام، وكونوا جزءا دائما من مناقشاتنا. والآن إلى شباك الثقافة، حيث تتواصل فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته الجديدة لعام 2019 في العاصمة الأردنية، ويشارك في الدورة 19 للمعرض التي تحمل عنوان القدس عاصمة فلسطين عددا كبيرا من دور النشر العربية والأجنبية التي تقدم عناوين متنوعة من مختلف مجالات الإبداع والعلم والمعرفة لجميع الأعمار. تحت شعار القدس عاصمة فلسطين انطلقت في العاصمة الأردنية عمان فعاليات الدورة 19 من معرض عمان الدولي للكتاب. المعرض يستمر 10 أيام، يأتي بمشاركة أكثر من 360 دار نشر عربية وأجنبية من 22 دولة. الافتتاح جرى بحضور وزير الثقافة الأردني محمد أبو رمان وعدد كبير من مدراء معارض الكتب والناشرين في الوطن العربي. هذا المعرض فرصة كبيرة لإطلاع شريحة اجتماعية واسعة على أبرز ما تقدمه دور النشر والمثقفون والمفكرون والناشرون من مختلف مجالات المعرفة للقراء العرب. فرصة كبيرة جدا لطلاب المدارس وطلاب الجامعات، المثقفين، لمحبي القراءة والمعرفة، وهم شريحة اجتماعية تزداد باستمرار على عكس الصورة النمطية الموجودة. فرصة كبيرة لهم للاطلاع على دور النشر وعلى المنشورات وعلى اقتناء الكتب التي يريدون. أيضا المعرض دلالة كبيرة وواضحة تماما، هذا ما نجده دائما من اهتمام في كل عام من قبل الحضور وزوار المعرض، على أن قيمة الكتاب المقروء لم تتراجع وعلى عكس الصورة النمطية، بل هي بالعكس من ذلك، هنالك ازدياد كبير في شريحة الذين يقرؤون الكتب وانتشار أندية القراءة والكتابة. معرض الكتاب هذا العام يحتفي بالأشقاء التونسيين كضيف شرف على معرض عمان الدولي للكتاب، وهنالك معالي وزير الشؤون الثقافية التونسية سيأتي هنا إلى عمان خلال الأيام القادمة، وسيكون هنالك افتتاح للأيام الثقافية التونسية في عمان على هامش هذا المعرض، والتي تتضمن العديد من الفعاليات الثقافية والفكرية والفنية. هذا العام شخصية المعرض هو الأديب والروائي والشاعر والإعلامي الأردني الكبير أمجد ناصر، نتمنى له السلامة، ولكننا أحببنا دائما أن نحتفي بأمجد كأحد أبرز إعلاميين وأدبائنا الأردنيين. وتم تكريم الشخصية الثقافية للمعرض الأديب والشاعر أمجد ناصر الفائز بجائزة الدولة التقديرية للعام 2019، فيما حلت الجمهورية التونسية ضيف شرف للمعرض هذا العام، حيث نظمت بهذه المناسبة الأيام الثقافية التونسية التي اشتملت على برنامج ثقافي متميز وحفلات توقيع كتب بمشاركة عدد من الأدباء والروائيين. فرحانة ياسر بالتجربة هذه وبالافتتاح، أو أنا أول مرة نزور معرض عمان. المعرض منظم بالقداء، منظم كويس، وتبارك الله احنا شاركنا أكثر من 28 دار نشر. عندنا كل الإصدارات القديمة والجديدة، المختلف الأدباء والشعراء التونسيين،
وإن شاء الله تكون تجربة ناجحة، إن شاء الله نكونوا في المستوى الضيافة متاعكم. نحن نحاول في المعارض إن نتبادل الثقافات، نتبادل المعلومات، نتبادل التجارب، سواء كان ما بين القراء أو ما بين الكتاب أو ما بين الناشرين، ويكون في شراكات ويكون في عقود جديدة، نفتح أفاق، نفتح أفاق للمستقبل قبل الحاضر معناتها. وكل إنسان معناتها كل مشارك في المعرض سواء كان زائر أو ناشر إلى غير ذلك، هو يحاول قدر الإمكان إنه يأخذ من تجربة الآخر سواء كان عن القراءة أو عن الحديث إلى غير ذلك. كما ينظم الاتحاد الدولي للناشرين بالتعاون مع اتحاد الناشرين الأردنيين على هامش المعرض المؤتمر الإقليمي للاتحاد الدولي للناشرين، والذي يناقش السبل المتاحة أمام الناشرين للارتقاء بمسيرة النهضة الثقافية والاجتماعية الشاملة في الوطن العربي، وتحديات وصول الكتب إلى الأجيال الجديدة، وذلك بمشاركة نخبة من قادة النشر العالميين وصناع القرار. دعونا نلتقي بعدد من الحضور في معرض عمان الدولي للكتاب. مساء الخير. مساء النور، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا. شو شعورك بوجود أكثر من 360 دار نشر اليوم في معرض عمان دولي الكتاب؟ والله كل فخر بالمشاركين والدولة القائمة على هذا المعرض، مشاركة 22 دولة من 360 دار نشر، هذا إن دل على شيء، دل على وعي المجتمعات في ضرورة الكتاب واستمرارية قراءة الكتاب وأهميته في بناء المجتمعات. اليوم شاركنا بمسرح ثقافي الكتاب كمبادرة تحريرية، شاركت وهي دعم لأطفال مرضى السرطان، فاليوم شاركوا بهذا اليوم بهذا الثقافي الإشي الحلو اللي عم نشوفه، ومشاركات عديد من الناس وعديد من السفراء والوزراء. الحمد لله رب العالمين، اليوم شاهدوا أشياء كتير حلوة، ثقافية اجتماعية طفولية وطنية، يعني إشي حلو جمعت كل الدول العربية والأجنبية. كيف عم الثقافة عم بتصير، كيف إنه إحنا نطور حالنا، كيف إنه كمجتمعنا إشي كتير حلو إنه نضلنا نتطور بالثقافة المجتمعية والاجتماعية والثقافية، كيف نربط الناس بهذا الجزئية الكبيرة في داخل الحرم. جاي أشتري سلسلة من الكتب بيحكوا انه فيها فكاهة، وبنفس الوقت بيحكوا عن انه قصص وكيف الناس عم بيعيشوا هلا في يعني العالم. مهتم بالثقافة، مهتم بالكتب، في كتب بتخصني هون، وفي تشكيلة وانواع كثيرة مثل يعني كتب عربي بتناقش سياسة، انا مهتم في موضوع السياسة وبالذات اللي عم بيصير في بلادنا العربية، وكمان في كتب انجليزي يعني بتخلي في صورة ذهنية في مخي وكثير اشياء. ويكرم المعرض في دورته الحالية الأديب والشاعر أمجد ناصر الفائز بجائزة الدولة التقديرية، واعتبر بيان وزارة الثقافة أن الشاعر الأردني ساهم في إثراء المشهد الشعري العربي من خلال مؤلفاته الشعرية ومسيراته الإبداعية التي وصلت إلى 40 عاما. مثل هيك معارض بيكون فرصة رائعة للتبادل الثقافي وللتعرف على كتاب ودور نشر من مختلف أنحاء الوطن العربي، يعني بنلاقيها دائما فرصة كل سنة إنه مثلا نشحن مجموعات من الكتب لدول مختلفة، إنه أيضا إحنا نتعرف ونبني علاقات طيبة مع الكتاب ومع دور النشر المختلفة، وهذا شيء جدا رائع. يعني التشابك والعلاقات الجميلة هي يمكن الأساس اللي يضيف للثقافة بعد أجمل وأروع. وعقدت ندوات تتحدث عن خطر القرصنة على صناعة النشر العربية بمشاركة مدير المكتبة الوطنية الأردنية ورئيس اتحاد الناشرين العرب. معرض عمان الدولي للكتاب يشكل فرصة أمام القارئ للاطلاع على الإنتاج الفكري العربي والمحلي، لمتابعة كل ما هو جديد في عالم المعرفة وآخر الإصدارات لدى دور النشر المختلفة، مما يدل على أهمية الثقافة والفكر في حياة المجتمعات. المعرض يقام للسنة الرابعة على التوالي في نفس المكان والزمان. المعرض يكرس كواحد من أهم المعارض العربية والدولية، ويعتبر رافداً أساسياً للثقافة في الوطن العربي. ليث جبور العربي من معرض عمان الدولي للكتاب، عمان. قام
قام علماء أثار مصريون بفك أغلفة تابوتين يحويان اثنين من المومياءات، إحداهما لنبيل في مصر الفرعونية والثاني لزوجته قبل نقلهما إلى المتحف القومي الجديد للحضارة المصرية. وتخص المومياء الأولى أحد النبلاء وهو سنجم الذي يقال أنه كان شخصية بارزة خلال حكم سيتيا الأول ورمسيس الثاني. نتابع. تم نقلهم من المتحف المصري بالتحرير. التابوتين دول بيخصوا رئيس العمال سنجم من عصر الدولة الحديثة والأسرة 19 بالتحديد، وده المقبرة بتاعته اكتشفت سنة 1886 في دير المدينة. الملك رمسيس الثاني هو وزوجته، وتميز المومياء بتاع سنجم بأنها في حالة جيدة من الحفظ، وتشبه أو استخدم في تحنيطها نفس الأساليب المستخدمة في التحنيط المومياوات الملكية. الفكرة دي بتاعة الخيمة أو بتاعة الكبسولة إن احنا بنملأ الكبسولة دي بغاز النيتروجين وهو غاز خامل لا يتفاعل مع المومياء ولا الراتنجات ولا اللفائف الكتانية المستخدمة في المومياء، عشان كده بيموت الكائنات الدقيقة. انطلقت أمس فعاليات مهرجان أيام فلسطين السينمائية الدولي في دورته السادسة في قصر رام الله الثقافي بمشاركة أكثر من 60 فيلما دوليا عربيا ومحليا. وتشارك في المهرجان أفلام طويلة بنوعيها الروائية والوثائقية وأفلام قصيرة من دول عربية وأجنبية عدة. أهل المهرجان افتتح بالفيلم الفلسطيني المرشح لجائزة الأوسكار العالمية وهو فيلم إن شئت كما في السماء للمخرج إيليا سليمان. لمزيد من التفاصيل نتوجه إلى مراسلنا أحمد جرادات. أهلا بك أحمد، إليك. أهلا. يعني نحن نتواجد في مدينة رام الله وبالتحديد في مؤسسة القطان، حيث يعرض حاليا أحد الأفلام المشاركة في هذا المهرجان. هذا المهرجان الذي سيمتد على مدى 8 أيام سوف تعرض فيه نحو 60 فيلما محليا ودوليا، ومنها أفلام عربية وأيضا أفلام أجنبية. وتركز أيضا هناك يعني عدة برامج، إن كان برامج تختص بالأطفال، برامج أيضا تختص في الحملة ضد العنف ضد النساء، وأيضا أفلام فلسطينية ستشارك في هذا المهرجان. هذا المهرجان الذي يعتبر ويقام للسنة السادسة على التوالي سوف تنتقل هذه الأفلام على المراكز الثقافية في مدن عدة مدن في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وأيضا في مدينة الناصرة داخل الخط الأخضر. الحديث أكثر عن مهرجان أيام فلسطين السينمائية تنضم إلينا خلود بدوي الناطقة الإعلامية لمهرجان أيام فلسطين السينمائية. حياك الله خلود. يعني بداية نتحدث كيف كان الافتتاح بالأمس، وهل كان على المستوى المطلوب الذي علمتم عليه خلال الفترة الماضية؟
شكرا لك. الافتتاح كان رائع، وبتخيل انه كمان فاق التوقع. كان في عنا حضور لاكثر من 1400 بني ادم. اضطرينا بالاخر انه كمان نعرض عرض اضافي موازي للعرض الرئيسي. الافتتاح كان مع فيلم مرشح فلسطين للاوسكار، انشئته كما في السماء، للمخرج الفلسطيني العالمي إليا سليمان. الحضور كان جدا رائع، لدرجه انه مثل ما قلت لاول مره بيصير في تاريخ المهرجان انه بنضطر نفتح قاعه موازيه في موقع مختلف عشان نقدر نحتوي على كل، او نقدر نلاقي محل لكل الجمهور اللي متوافد للقاعه. حاليا طبيعه الافلام المشاركه، يعني حوالي 60 فيلم مشارك في هذا المهرجان، طبيعتها هل هي افلام متخصصه في النواحي الاجتماعيه ام ثقافيه، وايضا في افلام روائيه وافلام وثائقيه؟ احنا عندنا الافلام كل سنه بنختارها بتكون افلام جدا متنوعه. ما بنحب انه تكون الافلام عندنا مقتصره فقط على منحى واحد او على موضوع واحد. عندنا افلام بتتناول مواضيع سياسيه، ثقافيه، مواضيع كمان حياتيه يوميه، مواضيع اجتماعيه اكيد، من دول مختلفه بالعالم. عندنا اكثر من 20 تقريبا دوله مشاركه، في عندنا اكثر من 60 فيلم، من ضمنها كمان افلام للاطفال، لانه بهمنا يكون في تنوع في الفئات العمريه، فالاطفال انهم نصيب كثير منيح في المهرجان. واهم شيء طبعا بنحب نقوله انه السنه كان في عندنا برنامج موازي اللي احنا كتير فخورين انه قدرنا ننظمه لأول مرة، اللي هو برنامج او خلينا نقول موازي بعنوان لا يعني لا او نو مينز نو، اللي سلطنا فيه الضوء على كل ما يتعلق في قضية العنف ضد المرأة والإجحاف بحقوق المرأة في وطننا العربي وفي فلسطين تحديدا، وتناولناه من وجهة نظر سينمائية. وسألنا كمان السؤال اللي كتير مركزي، انه شو دور السينما فعلا في تغيير الصورة النمطية عن المرأة، في مكافحة هاي الظاهرة، في الحد من العنف ضد المرأة. وكان في عنا طبعا سينمائيات ومخرجات ومنتجات فلسطينيات وعربيات وأجنبيات اللي شاركوا على مدار اليوم الخميس في حلقات نقاش، في ندوات، وكان في كمان أسئلة وأجوبة من الجمهور، اللي نحاولنا مع بعض كمان نحط تصور بالنسبة لدور السينما في كل ما يتعلق في ظاهرة العنف ضد المرأة. هل هناك تعطش في المجتمع الفلسطيني مثل هذه المهرجانات، لمثل هذه العروض؟ كتير في تعطش، وفي كمان دعم بالرغم من كافة المعوقات اللي بتواجهنا كفلسطينيين، في بالذات في قطاع السينما. يعني احنا في عنا معوقات اللي بفرضها الاحتلال الإسرائيلي في الوصول للمدن المختلفة او لقطاع غزة او للداخل، توقفنا ما معها التصريح اللازمة، في عنا الجدار، في عنا الحواجز، ولكن بالرغم من ذلك الجمهور بتوافد لصلاة العرض. في عنا كمان معوقات مالية، اللي في عنا شح بالدعم المالي لمهرجان من هذا النوع اللي هو مهرجان دولي. في عنا كمان مشاكل اللي هي بتتعلق في شح البنية التحتية. بالرغم من كل هاي المعيقات، جمهورنا جدا عنده شغف وعنده حب للسينما. وأكبر مثال على ذلك أنه في أول يوم يعني توافد العديد من الجمهور من كافة المناطق المختلفة بالرغم من كل الصعوبات للوصول. وبنفس الوقت بنقدر نقول أنه الإقبال عم بيزيد من سنة لسنة، يعني في عنا تراكم في كم الجمهور، وهذا الإشي يعني يثلج القلب. وبفكر أنه في كمان عامل اللي بأكد على تعطش الفلسطيني، وكمان إنتاجيتهم في السينما، اللي هو كمية المنتجين والمخرجين والمخرجات الفلسطينية اللي بتقدموا كل سنة على 4 سنين على التوالي لجائزة طائر الشمس الفلسطيني، اللي هي كمان بحد ذاتها معيار، لأنه إحنا مش بس شعب متلقي، إنما أيضا شعب منتج وبتقدم لمنافسات ومسابقات سينمائية. هذه الجائزة سوف تكون في نهاية المهرجان، وتحدثنا أكثر عن ما هي الشروط لدخول هذه الأفلام، كيف اخترتم هذه الأفلام، عن ماذا تتحدث هذه الأفلام وعددها؟ للسنة الرابعة على التوالي زي ما قلت، في عنا إحنا منافسة أو مسابقة طائر الشمس الفلسطيني، اللي هدفها بالأساس تشجيع صناعة الأفلام سواء في فلسطين أو عن فلسطين. السنة تقدم أكثر من 40 فيلم للمسابقة عن فئة الأفلام الطويلة والأفلام القصيرة. تم اختيار 18 عمل ليكونوا مؤهلين للمسابقة، وكمان بالإضافة ل 12 عمل عن فئة الإنتاج. في لجان تحكيم مختصة عن كل فئة وفئة، اللي هي بتكون المختصة في إنها تقرر مين يتنافس بناء على معايير سينمائية محددة. وبنفس الوقت في عنا كمان هاي اللجان التحكيم نفسها هي اللي بتقرر مين المؤهلين بالفوز بناء على معايير هي بتحددها. المؤسسة المنظمة اللي هي مؤسسة فيلم لاب فلسطين لكل المهرجان عمليا ما إلها أي قرار في هذا الموضوع. في لجان مختصة من أجانب وعرب وفلسطينيين اللي هن خبراء في قطاع السينما، اللي هن بحطوا المعايير وهن بيختاروا بناء عليه. السنة قدرنا كمان نحصل على دعم مالي لأكبر لمشروع الإنتاج، ونتأمل
الأمل أنه كمان السنة نكون مساهمين زي كل سنة في إنتاج عمل سواء في فلسطين أو عن فلسطين. يعني هذا المهرجان فتح أيضا يعني ساحة مهمة للمخرجين الفلسطينيين وللسينما الفلسطينية التي يعني ربما هي ليست متطورة إن صح التعبير أو لم يفتح المجال أمامها كما هناك في عدة دول، ولكن تنافس السينما الفلسطينية، تصل إلى مهرجانات مثل كان الأوسكار وتنافس على مراكز مهمة رغم شح الإمكانيات. صراحة إحنا السينما الفلسطينية متطورة، ولكن ما فيش عندنا تطور لدعم القطاع السينمائي ولدعم البنية التحتية السينمائية، بمفهوم إنه مخرجينا ومخرجاتنا وصلوا لمراحل كتير عالمية بالوقت اللي وضعنا المحلي من ناحية بنية تحتية، من ناحية دعم، من ناحية وضع القطاع السينمائي والثقافة السينمائية بالاستراتيجية الوطنية وتخصيص الميزانيات المناسبة لإلها، وكمان الدعم الفلسطيني اللي بيجي من برا جدا قليل. فعمليا بفكر إنه الفلسطينيين المخرجين والمخرجات ومؤسسة فيلم لاب فلسطين نجحت في إنها تحيي الثقافة السينمائية بفلسطين، وبنفس الوقت أنا بفكر وإحنا كمان منآمن إنه ما في عنا نقص بالقدرات، عنا قدرات رائعة، عنا أسماء وصلت لشهرة عالمية، عنا افتتاح كان مع الأوسكار وهذا مش أول فيلم كمان فلسطيني بوصل للأوسكار اللي بنعرضه، فما في عنا شح بالقدرات والطاقات والإنتاج، إحنا شعب منتج سينمائيا، ولكن يعني من قبل مؤسسات داعمة يمكن أن يكون هذا الإنتاج أقوى. مؤسسات داعمة، مؤسسات حكومية كمان في إلها دور بالموضوع، ولكن اليوم الاعتماد الأساسي في الأساس هو على المخرجين والمخرجات أنفسهم، على الناس الناشطين في هذا القطاع وعلى المؤسسات الثقافية اللي مثل ما قلت عندنا شح بالبنية التحتية السينمائية، ولكن في نهاية الأمر إحنا عارضين بست مدن، لولا المؤسسات الثقافية الشريكة ما كنا بنقدر ننجح في هذا المهرجان، زي مؤسسة عبد المحسن القطان اللي إحنا موجودين فيها اليوم، في عنا كمان شوي عرض في الحكواتي بمسرح الوطني في القدس، وعنا كمان في سينمانا في الناصرة، وعنا بدار الكلمة ودار جاسر ببيت لحم، وعنا كمان في بروجكت هوب وفي أسكدر في نابلس، وعندنا في غزة في الهلال والمركز الثقافي الفرنسي، وفي عندنا كتير مؤسسات اللي أنا كمان ما ذكرتها هلأ، ولكن لولا هاي المراكز اللي هي عمليا مش دور عرض سينمائية ولا دور سينما، ولكن لولا هاي القاعات إحنا ما بننجح نقوم في هذا الشيء. عم بحاول أقوله إنه من ناحية قدرات وإنتاج سينمائي بفكر إنه إحنا عاملين الدور اللي علي، يعني عندنا طاقات جدا رائعة وعندنا طاقات أثبتت نفسها ومش بحاجة تثبت نفسها، إحنا اللي بنقصنا اليوم إنه فعلا يكون في إنه تكون السينما الفلسطينية أولوية سواء عند المانحين او الناس اللي عندهم قدره انه يدعموا هذا المجال، وكمان عندنا نحطها في الخطه الوطنيه العامه، وكمان ما ننساش انه احنا ناجحين بالرغم من زي ما قلت المعيقات اللي بفرضها علينا الاحتلال الاسرائيلي من 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 فصل، من تشرذم جغرافي، فبالرغم من كل هذا احنا عم ننجح ننتج شيء. شكرا لك خلود بدوي الناطق باسم مهرجان أيام فلسطين السينمائية. إذن يعني هناك العديد من الأفلام التي تنتظر الفلسطينيين على مدار 8 أيام، سوف تعرض في عدة مراكز ثقافية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وأيضا داخل الخط الأخضر. شكرا لك أحمد جرادات، كنت معنا من رام الله. نبقى في شباك فلسطين ونذهب إلى مدينة صور جنوبية لبنان وأيام فلسطين الثقافية ضمن مهرجان يطلق تحية إلى كبار فناني فلسطين ومثقفيها. المهرجان بنسخته الثانية شكل مساحة لإطلاع الناس على غنى الثقافة الفلسطينية، لنتابع. تراث فلسطين في لبنان هو مهرجان فلسطين الثقافي بنسخته الثانية، مهرجان ينقلنا إلى نابلس وحيفا وعكا وغيرها من مدن فلسطين. عم نقدم أغاني وطنية من وحي تراثنا، بتعكس أوجاعنا، بتعكس معاناتنا، بتعكس الأشياء اللي عم نطالب فيها. أمسيات طربية وأخرى شعرية وأعمال مسرحية ومعرض حرف. بشتغل بالأظافة البحرية وطبعا بشتغل تراث فلسطيني. المهرجان ينظم للعام الثاني في منطقة صور جنوب لبنان. هدف هذا المهرجان أنه يبرز الثقافة والإرث
للقضية الفلسطينية من خلال الفن. فهذا المهرجان اليوم عم بوجه تحية لفنانين فلسطين راحلين أمثال سلمان نطور وريم البنا وسميح القاسم وناجل علي وغيره من هؤلاء الفنانين اللي أغنوا الإرث الثقافي الفلسطيني. هي غرسة زيتون زرعها الفلسطينيون هنا في لبنان ليستظلوا بفيئها في لجوئهم وتنبت ثقافة حيثما حلوا. جيس الحشخوري، العربي، بيروت. فاصل أخير في شبابيك تشاهدون من بعده جولة في منابع المياه الكبريتية في مدينة الموصل، التفاصيل في شباك الدنيا، وشرطيات يتدربن ضمن وحدة مكافحة الشغب في مدينة دهوك في كردستان العراق، التفاصيل في شباكهن. يقبل عراقيون على نبع ماء كبريتي على ضفاف نهر دجلة في مدينة الموصل بحثا عن فوائده المرجوة في علاج الأمراض الجلدية. ويرى كثير من زوار المكان أن الطين الغني بالمعادن يمكن أن يعالج الأمراض الجلدية التي تسبب الحكة وكذلك الالتهابات الفطرية. وعلى الرغم من أن نبع ماء الكبريت الطبيعي عمره أكثر من 1000 عام، فإنه أقل شهرة بكثير من ينابيع الحمام العليل الكبيرة التي تشتهر بمياهها الساخنة والشافية. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. أنا عندي حب بجسمي، فهذا العلاج ما يفيد معاه، يعني نروح على دكاترة وعلاج مرتين ثلاثة وما راح الحب من جسمي، بس بالكبريت وبهذا الماء الكبريت والطين يروح مرتين ثلاثة، بالثالثة ما يضب يبقى كل شيء. طلع الواش المنطقة السياحية حتى العالم كله تجي عليها، يعني حتى حرمات يعني هالمنطقة هيك مهجورة وهذه. هلو غير ممكن يعني الدول الخارج هذه كان كلها سواها منتزه ومنتزه وكملوها، كان بس غير احنا عندنا هنا. وناس من خارج الموصل يتعنون يجون هنا من الجنوب من الشمال، يضعون على جسمهم هذا الصيان الكبريت يسموه ويجون يتحممون، ونظل بهذا المكان على جسمنا وبعدين نقف على الشمس على الميه بس، ونظل فترة وبعدين نسبح بهم مي عين كبريت. مجرد وجود المياه المعدنية يلطف الجلد ويزيل الحكة اللي موجودة بالجلد بسبب احتواء المياه المعدنية في حمام العليل وعين كبريت اللي داخل موصل يم قلعة باش طابية على نسبة من الكبريت. هذا الكبريت لازلنا إلى الوقت الحالي نستخدمه في الأمراض الجلدية، في تراكيب الأمراض الجلدية اللي تستوجب علاج لإزالة الحكة. والآن موعدنا مع فقرة أجندة وأبرز الفعاليات الفنية والثقافية تطلعنا عليها الزميلة دينا طارق. أهلا بك دينا. أهلا بك رانيا. نبدأ أخبارنا بمنتدى الأنا أو السياسة في المرآة، هو عنوان المنتدى الذي تنطلق أعماله بعد غد الجمعة الموافق 4 من شهر الجاري في بيت ثقافات العالم بالعاصمة الألمانية برلين. تتواصل أعمال المنتدى الذي ينظمه الصندوق العربي للثقافة والفنون على مدار 3 أيام، ويفتتح المنتدى بجلسة يقدمها الشاعر والكاتب الفلسطيني مازن معروف بعنوان فلسطين التي تخيلتها في بيروت. كما يشهد المنتدى عددا من الندوات الأخرى، على سبيل المثال ندوة أبي فوق الشجرة، التعامل الشخصي مع الذاكرة السياسية للعائلة التي يشارك فيها كل من نادية كامل وعمرو عزت.
وإلى الجزائر العاصمة، حيث تتواصل حتى الخامس من شهر أكتوبر الجاري فعاليات الدورة 12 من مهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم، والتي انطلقت مساء يوم الثلاثاء بمشاركة نحو 90 رساما من 15 بلدا، وتضم قائمة البلدان المشاركة كلا من بلجيكا وأسبانيا وكوبا وبولندا، إضافة بالطبع إلى الجزائر التي تشارك في المهرجان هذا العام بنحو 50 رساما. وفي تونس، حيث يستعد المخرج المسرحي نصر الدين الحجاج لانطلاق عروض مسرحيته انتر اكت، وذلك في السابعة من مساء الأربعاء الثاني من أكتوبر على خشبة فضاء كارمن في تونس العاصمة. النص الذي كتبه المخرج يركز على عدد من القضايا الحياتية مثل الكذب والسرقة والتحايل والتلاعب بعقول الناس. وإلى باريس، حيث يستضيف البيت الأوروبي للتصوير في العاصمة الفرنسية معرضا للفنان المغربي حسن حجاج، تتواصل فعالية المعرض حتى 17 من شهر نوفمبر المقبل. تظهر الأعمال المعروضة فهم الفنان للمجتمع المحيط به الذي تتزايد فيه نزعات الاستهلاك والعولمة. ونختتم جولة هذا الأسبوع في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، حيث يتواصل في جاليري هانز معرض مدن منسية للفنان السوري تمام عزام. تمتد فعالية المعرض حتى يوم السبت الموافق 2 من شهر نوفمبر المقبل، ويضم المعرض أعمالا تصور سوريا في أوضاعها الحالية، لكن اسمه مستوحى من المدن القديمة غير المأهولة في شمالي غربي سوريا والتي تم هجرها في القرن العاشر الميلادي. وبهذا نوصل إلى نهاية فقرة الأجندة، عودة إليك رانيا. في مقر شرطة دهوك في كردستان العراق، 24 شرطية يتدربن ضمن وحدة مكافحة الشغب، واجباتهن الأساسية تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق نساء ومرافقة المشتبه بهن إلى المحاكم ومواجهة الاحتجاجات وأعمال الشغب التي تقوم بها النساء. أنشئت الوحدة للتعامل مع المشتبه بهن في مجتمع محافظ يصعب على الرجال القيام بتلك المهمة فيها. المزيد في التقرير التالي. بوتشي حتى جنكيك بتشي ظلمك بتشي داسي جنكيك بقرد متهمك بقرد بنت. بدلا من أن يعتقل الرجل امرأة مشتبه بها، يجب أن نذهب ونعتقلها. هذه الوظيفة تعطيني أيضا دخلا ماليا لدعم أسرتي وأطفالي، وفي الوقت نفسه تتيح لي فرصة لأؤدي واجبي بالتساوي مع الرجل. فواجبنا هو القيام بأنشطة مدنية ونحن دائما على استعداد. تم إنشاء هذه الوحدة لتحل محل أفراد الشرطة الذكور الذين يتعاملون مع النساء، لأننا نعيش في مجتمع يطلب من النساء التعامل مع النساء الأخريات في العديد من المجالات، سواء كانت جريمة أو مظاهرة أو أي نشاط آخر تخوضه المرأة، لذلك نحن هنا للتعامل مع الأمر. قبل الختام نطلع على بعض مواضيع حلقة الأحد.
في شباكنا الرئيس نذهب إلى إسبانيا التي تلقت أكثر من 130 ألف طلب جنسية بموجب قانون جبر ضرر أحفاد اليهود الذين طردوا من هناك عام 1492. ¿Tenemos algo en especial o así está bien? Sí. Este es un ejemplo, pero... ¿Por qué tienes aquí? وفي شباك الفنون نذهب إلى المغرب حيث أصدل الستار على الدورة الثانية لمهرجان مسرح الهواة. أما في شباك الثقافة نسلط الضوء على مؤسسة مرسم التي فازت بجائزة المركز الثقافي العربي البريطاني بوصفها أحسن مؤسسة ثقافية لهذا العام. والآن نتوقف مع أنا العربي منصتنا على الإنترنت ونعرض من إنتاجها اليوم قصة عن الرئيس الأمريكي المثير للجدل دونالد ترامب، فلنتابع. نختم الحلقة كالعادة وشباك سعيد الذي يأتينا اليوم من الولايات المتحدة وتحديدا من ولاية كاليفورنيا، حيث شارك العشرات في مسابقة فريدة من نوعها، مسابقة للكلاب. نعم، فقد اعتلت الكلاب الألواح وتسابقت في ركوب الأمواج وسط تشجيع أصحابها والجمهور. يشارك أحيانا بعض الأشخاص كلابهم في ركوب الأمواج، ولكن في معظم الوقت تركب الكلاب الأمواج دون مشاركة أحد. نترككم مع هذه الصور ونراكم يوم الأحد في 6 بتوقيت القدس، 3 بتوقيت غرينتش. إلى اللقاء.